الأخبار العربية والعالمية نبدأها بتطورات الأزمة اللبنانية، حيث اقتحم متظاهرون من حملة طلعت رحتكم اليوم مبنى وزارة البيئة في العاصمة اللبنانية بيروت، وطلب المتظاهرون وزير البيئة محمد المشنوق بالاستقالة، متهمين إياه بالتسبب في تفاقم أزمة النفايات في لبنان. كان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد دعا إلى إجراء محادثات رفيعة المستوى لإيجاد وسيلة للخروج من المأزق السياسي المستمر في البلاد، والذي أشعل احتجاجات مناهضة للحكومة بعد فشلها في حل أزمة النفايات المستمرة في البلاد.